بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. كان أسبوعيا وأصبح يوميا، والفضل في ذلك للمقاومة، هذه المقاومة التي تحقق الانتصارات، والقادم أعظم بكثير. وأنا أتحدث من موقع العارف، أو الذي يحاول أن يصل إلى الحقيقة. إسرائيل في هزائم متتالية، والمقاومة في انتصارات متتالية. لما أقول إسرائيل في هزائم متتالية، هذا أعني سياسيا وعسكريا، والهزائم العسكرية أكبر بكثير. إسرائيل لما تؤخر الاجتياح البري لقطاع غزة، هذا دليل بأنها مرعوبة وغير قادرة على اجتياح القطاع، لأنها تعرف ماذا ينتظرها. مرة ثانية بقولكم، المقاومة لم تمس حتى الآن، لم تخسر شيئا. جميع البنى التحتية للمقاومة في قطاع غزة ما زالت على حالها. الهجوم اللي صار شرق خان يونس وجرى تدمير 3 دبابات، هي مجرد مؤشر للي بده يحصل لأي دبابات إسرائيلية بتقتحم قطاع غزة. بلينكن هذا اللي بيفتخر بيهوديته، بيقول ان انا جيت لانه انا يهودي بالاضافة لكوني وزير خارجية، وهذا لا يحصل على الاطلاق في اي مكان في العالم. شوف العنصرية، انه جيت لاني انا يهودي، ما قالش لانه انا وزير خارجية، وانه احنا بنسعى للسلام، واحنا لا نفرق بين شعوب، لا، تباهى بأصوله اليهودية. طيب، هذا بلينكن أجع المنطقة، بفكر المنطقة زي ما كانت عليه قبل هذا الانتصار الكبير في غلاف قطاع غزة. أجا بفكر الشعوب العربية مستسلمة ومنبطحة، وبفكر الأنظمة العربية حتلبي له طلبه. مهمة بلينكن كانت بالدرجة الأولى تسويق عملية تهجير أبناء القطاع. يعني ذهب إلى المملكة العربية السعودية، ذهب إلى قطر، ذهب إلى مصر. هذا لم ينجح على الإطلاق، مشروعه فشل فشلا ذريعا. كلهم قالوا له لا للتهجير، العب لعبة غيرها، هاي لا يمكن أن تمر. الشعب الفلسطيني لا يريد، لا يبحث عن وطن بديل، لا يبحث عن هجرة جديدة أو نكبة جديدة، لا، سيقاوم. وأنا بحكي لكم والله، ما توقفت عن الاتصالات في القطاع، لم أسمع فلسطيني واحد يقول بأنه إحنا سنهاجر أو سنذهب إلى سيناء. أبداً، إحنا مزروعين في بلدنا وسنستشهد على أرض بلدنا. فالآن المسألة أصبحت واضحة. لو كانت إسرائيل عندها القدرة إنها تغزو القطاع، تقتحم القطاع، لفعلت. كل هذا التأجيل عبارة عن محاولات ترهيب وتخويف، انه احنا جايين. ايش بجايين؟ طب احنا المقاومة هي اللي ذهبت لكم قبل انتم ما تجوها. فالمسألة كمان الشارع العربي، انا والله بحيي هذا الشارع العربي، طول عمري اراهن على هاي الشارع العربي، على هذا الشارع العربي. شفتوا المظاهرات المليونية في العراق، هذا العراق العظيم. شفت المظاهرات المليونية، البشر يا الله زي النمل في الأردن، يتجهون إلى الحدود وسيقتحمون الحدود. هذا شعبكم، هذا النشامة في الأردن، سيقتحم الحدود. كمان في الجزائر، في اليمن ملايين، في كل مكان، في لبنان. شوف، حتى وصل الأمر بالإسرائيليين يقتلوا الصحفيين، وأمريكا لا تنبس بكلمة. شوفوا، هذه أمريكا تحت الحريات وتحت الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم تدن إسرائيل. كمان على ذكر الإدانة، ما في دولة عربية أدانت حركة حماس، ما بالعكس، اللي حصل هو العكس تماما. شفنا بايدن في السعودية، أو بلينكن في السعودية، إيش اللي واجهه؟ قالوا له فش أبدا تطبيع، انتهى التطبيع. والدول الثانية المطبعة لابدة تحت الطاولة، انه قالوا له انتوا هذا اللي بيصير في غزة بسبب انه الجرائم اللي بترتكبها اسرائيل، بسبب اهمال الحقوق الفلسطينية المشروعة.
يعني هذه مسألة تطور مهم الآن. والله هاي حماس قدمت هدية للسعودية غير مسبوقة، أخرجتها من مأزق التطبيع الخطير جدا. هاي بلاد الحرمين الطبع لا يمكن، يعني هذا مسألة حماس قدمت اللي هي عجلة الإنقاذ للسعودية لتخرج من التطبيع. كمان اللي هي هذه حركة حماس قدمت والمقاومة قدمت لمصر أيضا طوق نجاة. الآن مصر تعود بشكل تدريجي للوطن العربي، تعود لدورها الأساسي. مصر مرة ثانية بدي أقول أنه يعني أفشلت المشروع التهجير ورفضت رفضا مطلقا. أنا معلوماتي عرضوا عليهم يعني عشرات المليارات من الدولارات تسديد ديون مصر مقابل أنها تأخذ 2 مليون من أبناء قطاع غزة وتوطنهم في سيناء. حتى هذه اللحظة مصر ترفض كل هذه العروض مثلما ترفض كل هذه التهديدات. إحنا مين اللي حيصنع أو حيرسم خرائط الشرق الأوسط الجديد؟ مش نتنياهو ولا أمريكا. اللي حيرسم خريطة الشرق الأوسط الجديد هي المقاومة، ما فيش غير المقاومة على الإطلاق. هم الآن اللي بيجلسوا خلف مقعد القيادة. الحرب المدن، حرب الشوارع في انتظار دولة الاحتلال، في انتظار دباباتهم. زي ما قلت لكم قدرات المقاومة لم تمس، ما زالت قوية جدا، والذين قاموا بالهجوم وحرروا معظم الجنوب الفلسطيني المحتل واحتلوا أو حرروا أكثر من 35 مستوطنة، هؤلاء أيضا ويعني وضعوا خطة هجوم غير مسبقة تدرس، والله ستدرس في كل الكليات الحربية العسكرية الغربية والشرقية. يعني هاي المسألة الأساسية. فهاي اللي وضعوا هذه الخطط وعطلوا وهزموا واخترقوا المخابرات الإسرائيلية اللي بتتباهى بأنها الأقوى في العالم، هؤلاء أيضا وضعوا الخطط للتصدي لأي عدوان إسرائيلي على القطاع، أي عدوان أرضي. العدوان طبعا الجوي مستمر، جبناء فعلا بقصفوا من الجو لأنه عنده طيارات، لكن لحتى الآن يعني لم تظهر قدرات المقاومة. في انتظار المعركة الكبرى، الحرب الكبرى اللي هي ستبدأ بدخول الدبابات الإسرائيلية إلى قطاع غزة. هذه مسألة مهمة، في هتكون حرب من منزل إلى منزل، من شارع إلى شارع، من مدينة إلى مدينة. كل المقاومة مستنفرة، وكل الشعب الفلسطيني في غزة الآن بيبدوا الشهادة كلهم. والله بحكي معهم، احنا بدنا نستشهد، احنا مع المقاومة، احنا لن نفرط بسنتيمتر واحد وبدنا نرجع لفلسطين. هاي الحرب غزة ستؤدي إلى العودة، حق العودة. هاي يعني بدهم يثبتوا بالقوة، والصواريخ بتنزل على تل أبيب وبتنزل على عسقلان وبتنزل على حيفا وبتنزل على كل مكان، وعلى سدروت وعلى أسدود بلدي، أسدود بتنزل عليها الآن، كلهم في الخنادق عايشين. مطار بن غوريون شبه مغلق ولا حتى مغلق كليا، والطائرات البريتش إيرويز الطيران البريطاني قال رجعت بعد ما وصلت لتل أبيب لأنه في صواريخ فعادت. الآن حتى موقف روسيا يتغير، يعني لما بوتين أبو علي بوتين لما بيقول إنه غزة أصبحت لينينغراد العصر الحديث، لينينغراد هاي اللي صمدت في وجه النازي وهزمته، الآن غزة تهزم النازية، غزة تتصدى لأكبر عدوان من نوعه. هذه يعني ملحمة يسجلها المقاومون في قطاع غزة، ومعهم الآن كل الشعوب. الآن في سؤال كثير بيسألوه، طيب يا أخي وين محور المقاومة؟ يا إخواننا المسألة هذه حرب، هذه مش لعبة، هذه حرب. غزة لما أخذت القرار، أخذت القرار وهي تدرك بأن هناك محور مقاومة. يعني هذا المحور يجب أن يتدخل، يعني إذا ترى غزة لوحدها انتهى هذا المحور وخسر كل شيء، وخسارته أكبر من خسارة قطاع غزة، يعني أكثر من خسارة الشعب الفلسطيني اللي بيقاوم. أنتوا بدكم الفلسطينيين يقاوموا، قاوموا وصمدوا. فأنا لا أستبعد أن هناك خطة، لا أستبعد. يعني بمعنى انه زيارة اللي هو امير عبد اللهيان وزير الخارجية لسوريا وللبنان، هاي ما كانت
هيك بس للفسحة ولا للنزهة. يعني هذه أنا في تقديري تحضير أو بحث إيش بدنا نعمل في المرحلة القادمة. أنا معلوماتي أنه عبد اللهيان اجتمع مع السيد حسن نصر الله لمدة 8 ساعات، وصمت السيد نصر الله ليس يعني عفوي إطلاقا. المسألة كيف بدها تتطور؟ هذه بدها حرب، هذه حرب عالمية بدها تصير، يعني مش بسيطة، حرب إقليمية. فإحنا والله يعني يجب ألا نخسر محور المقاومة. إحنا كشعب فلسطيني وكشعب عربي وكأمة عربية وإسلامية، إحنا يجب أن يعني نبتعد عن الفتنة. طبعا في ناس على السوشيال ميديا إنه وين يا أخي محور المقاومة، وين يا أخي صلي على النبي، لسه الأمور كلها 6 أيام 7 أيام، خلينا نشوف وين الأمور رايحة وبعدين إحنا بنقرر وبعدين بنلوم. طبعا إحنا موجودين، بس أنا بعتقد أنه اللي بيصير الآن في جنوب لبنان هذا تحضير، وتحضير للتدخل. والله أنا يعني ما عندي بلورة هيك سحرية وقاعد بشوف، بس أنا بقرأ الأحداث. فأنا اللي بدي أحكيه أنه الأمور تتغير بشكل غير عادي، الأمور بتصير كلها لمصلحتنا. بلينكين فشل، بايدن فشل، وبعدين ما صدقوا البيانات الإعلام الإسرائيلي، كذابين. شفتوا بايدن يعتذر ويقول أنا أخطأت لما يعني روجت لقصة أنه المقاتلون في المقاومة بيقطعوا رؤوس الأطفال. حتى تحت CNN اللي روجت هاي الأكذوبة الكبرى هذه كمان اعتذرت، قالت أنا آسف جدا، يعني كنت أخطأت في التعامل مع هذه المعلومات. فإحنا هذول كذابين. لما بيقتلوا صحفيين في جنوب لبنان وبيجرحوهم بيطلقوا النار عليهم، بيعملوا هيك لأنهم ما بدهم الحقيقة تطلع، ما بدهم الصحافة تقول، ما بدهم الناس اللي على السوشيال ميديا ينقلوا الصور، والصور لا تكذب لهذا العدوان ولهذا الفجور. نحن في طريقنا وفي اتجاه نصر كبير جدا. إسرائيل انهارت، نتنياهو انتهى، جيشه انتهى، حقيقة اكذوبة وفقاعة، والمقاومة نجحت في اللي هي تفجير هاي البقاعة وهدمها وإذلال هذا الجيش. والأيام بيننا، وإلى اللقاء غدا بإذن الله في حالة تطورات جديدة. وشكرا لكم، وشكرا على اهتمامكم واستماعكم، والله إني بحبكم.